محمد وعلى وصحبه وسلم. دائما في سلسلة كيف نتعامل مع القرآن عملا وتطبيقا وتنزيلا ودعوة، نحن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر محور من المحاور، وهي أن نعطي للأشياء المذكورة في القرآن قيمتها حسب قيمتها في القرآن. وقد أعطينا لذلك مثالين. المثال الأول الفرق بين المسائل الأخلاقية والاعتقادية والمساحة التي يشغلها وتشغلها هذه المواضيع في القرآن مع مسائل الأحكام، وقلت إن مجموع آيات الأحكام لا تتعدى 400 آية من 6236 آية، ومع ذلك فالأمة الإسلامية عرفت في تراثها اهتماما بالآيات الأحكام وخاصة فروع الفقه أكثر من اهتمامها بما أعطى القرآن له الأهمية الكبرى، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والأخلاق والمعاملات. إذن فهذا خلل في الفهم وفي الدعوة. ثم تحدثنا في النقطة الثانية الفرق بين آية الطهارة زيد وآيات الجهاد. فالطهارة كلها وردت في آية واحدة، فتجد أن كثيرا من الأئمة وكثيرا من الدعاة والواعظين يهتمون بمسألة فقه الطهارة في حياتهم كلها، وتراهم ولو لمرة واحدة يتحدثون عن مسألة الجهاد التي وردت في القرآن بشكل كبير. الآن نواصل إن شاء الله تعالى، فنختم بهذا الدرس إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة كيف نتعامل مع القرآن، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. المثال الثالث هي مسألة ذكر السيرة في القرآن الكريم. فتجد أن كثيرا من المسلمين يهتمون كثيرا بميلاد رسول الله، ويحتفلون بيوم يسمى يوم ميلاد رسول الله، وفي يوم الميلاد تجد القصائد المدبجة، وتجد قراءات في السيرة والحديث عن مولد رسول الله، لأنهم إنما يريدون أن يتأسوا بالنصارى، فالنصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، فرد عليهم المسلمون في العصور المتأخرة بأنهم هم أيضا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حبهم له هو أنهم أيضا يحتفلون بميلاده كما يحتفل النصارى. في حين حينما ترجع إلى القرآن وأنت تريد عما يتحدث عنه القرآن في السيرة، فهو لا يذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. النبي ميلاده غير مذكور تماما في القرآن، لأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إن شاء الله تبارك وتعالى ليست له أهمية، لأن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو كميلاد سائر البشر، رجل تزوج بامرأة وولد ولادة طبيعية عادية كما يولد جميع الناس، ولذلك هذا الأمر غير ملفت للانتباه، فلم يتحدث عنه القرآن أصلا. لكن ميلاد عيسى عليه السلام تحدث عنه القرآن وأسهب في ذلك، لأن ميلاد عيسى سيحدث مشكلة كبيرة عند النصارى، وسيقول هو ابن الله، وهي أعظم فرية في مسألة التوحيد والعياذ بالله، سيعالجها هذا الإنسان حينما زعموا أن لله ولدا، وأن عيسى إنما سينزل في آخر الزمان من أجل إبطال هذه الدعوة. أكبر فرية هي حينما زعم النصارى أن عيسى ابن الله، فجاء القرآن ليتحدث طويلا عن مسألة ولادة عيسى عليه السلام، سورة تسمى سورة مريم، يذكر فيها كيف حملت وجاءها جبريل ونفخ في فرجها وحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأنتم تعرفون أنها حينما حملت به وهي البتول الحصين جاءت قومها تحمله، يا للفضيحة، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، فكان لابد أن يقرر الحقائق التالية على لسان هذا الوليد، قال إني عبد الله، الجواب في أول كلمة لهؤلاء الذين زعموا
أني لله ولدا، قال إني عبد الله. فكان لابد إذن من هذا الحديث حول مسألة ميلاد عيسى، لأن ميلاد عيسى هي مسألة فيها أمور عقدية لا يمكن السكوت عليها، على عكس ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد يحيى عليه السلام تحدث عنها القرآن طويلا، لماذا؟ لأن سيدنا زكريا حينما ولد له الولد يقول أنى لي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وأنا قد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل أن تكون شيئا، وهكذا. إذن فميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة لم يذكر تماما، فلماذا يعطي المسلمون هذا الحيز الكبير للميلاد على حسب سيرة رسول الله الحقيقية؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة أخرى، هي ليست في ميلاد، هي في ميلاد الرسالة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتركيز ليس في القرآن على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، التركيز على جوهر رسالته. ثم تحدث القرآن على ميلاد أيضا شكون؟ مريم. أقول شو النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ماذا يتحدث عن مريم عليه السلام؟ يقول لك سيد ربي سبحانه عز وجل إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. ومن قبل يتحدث القرآن عن كيفية حينما حملت أمها بها وتقول وليس الذكر كالأنثى وإني كنت أتمنى أن يكون المولود ذكرا، لأنه جرت العادة في هؤلاء الأقوام أن الرجل هو الذي يتكفل بخدمة المعبد، بخدمة بيت المقدس. لكن لما جاءت المرأة هذا أمر كان لابد للقرآن أن يشير إليه. إذن تحدث القرآن عن ميلاد مريم وعن ميلاد عيسى وعن ميلاد يحيى بن زكريا، ولم يتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن ميلاد عيسى أخذ حيزا أكثر من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن احنا نعطيه واسم خصنا نعطيه، نعطيه لكل الموضوع في القرآن قدره على قدر ما هو مذكور في القرآن. سيد ربي باش اش غير هكذا يكون مذكورش الميلاد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، باش انتم السيرة كاملة تخليوها ياك وتذهبون للحديث عن أمر لم يتحدث عنه القرآن. القرآن لم يتركه هكذا سبهللا، لا. انظروا أيضا في الإسراء والمعراج كم يعطي المسلمون لحادث الإسراء والمعراج في السيرة، وشحال مذكور الإسراء والمعراج من مرة في القرآن؟ شحال؟ آية واحدة الإسراء، آية واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب. شوف شحال من آية؟ آية واحدة. روحوا شوف الناس ما تبقى تتكلم عن الإسراء والمعراج وأحاديث ابن عباس في الإسراء و القرآن لا بتكلم في الإسراء، علم سأل عادي، علم ذكر المنطلقة زيد والنهاية، يعني الإشارة التي أشار إلى القرآن في الإسراء والمعراج كامل. واسمه هو يشير إلى أن هذا بيت المقدس نهاية الإسراء وبداية المعراج سيكون في يوم من الأيام تحت حكم بني إسرائيل، وأنه من واجب الأمة أن تجاهد من أجل تحرير بيت المقدس. إحنا هذا هو الذي ذكر القرآن، ما نذكروش في الإسراء والمعراج، على من القرآن نذكره؟ وطلع مشى له ودار له وكذا وأحاديث طويلة، في حين أن القرآن تكلم عن مسألة واحدة التي ينبغي أن يلفت انتباه الأمة إليها. سبحان الذي أسرى، سبحان فعل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى الآن تحت حكم إسرائيل، فما وعليكم إن شاء الله تبارك وتعالى إلا أن تعملوا بما جاء في سورة الإسراء، عبادا لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، استجماع شروط النصر لتحرير المسجد الأقصى، عبادا لنا العبودية لله ذو بأس شديد، أخذ جميع أسباب القوة والتداريب من أجل تكوين هذا الجيل الذي يحرر بيت المقدس. احنا فين نمشيو؟ شو عند القصص، نمشيو عند القصص. والمعراج مذكوره ولا مذكوراش؟ المعراج مذكوره ولا مذكوره في القران؟ بصراحه المعراج واش مذكوره ولا مذكوراش في القران؟ بسميتها
لم تذكر باسم المعراج قط، وإنما هي إشارة كما وردت في سورة النجم. والنجم إذا هوى، شو واش كان شي معراج؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة، أي ذكرت تلميحا لا تصريحا في آية واحدة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولذلك العلماء كيقولوا الذي يكفر بمعجزة الإسراء زيد فقد كفر، لأنه يكذب آية ذكرت صريحا صريحة مسألة الإسراء. والذي يكفر بالمعراج اسمه يفسق فقط، لأن المعراج لم يذكر هكذا تصريحا ولكنه تلميحا فقط. المقصود نتاعنا ما اسمه هو كما الحديث في السيرة لم يشير إطلاقا إلى ميلاد النبي، ونحن إذا تكلمنا وعن الميلاد وخلينا رسالة نتاعو لم يذكرها في القرآن. وفي قضية الإسراء والمعراج نتحدث كثيرا عن الإسراء وأحداث المعراج، الإسراء على من نركز القرآن؟ على المسجد الأقصى الذي ينبغي أن يحرر، هذا هو. والمعراج على ما ذكر، على ما نركز الله سبحانه عز وجل، على مسألة الوحي المنزل، الوحي المنزل. حتى قال سيدنا أبو بكر منين قالوا له واش تيق أنت يا صاحبك يحدث أنه، قال له شوف أنا أصدقه في أكثر من ذلك، أنا أصدقه في الوحي ينزل من السماء من الله إلى في رمشة عين، فكيف لا أصدقه في رحلة، وأن الذي ينزل عليه الوحي هو الذي أعرج به. والله تبارك وتعالى سبحانه فعله لا يحده والعياذ بالله شيء، لا مسألة عادية، مسألة عادية. إذن أسيدي حينما نتحدث عن موضوع السيرة وعن منزلتها ومكانتها والحيز الذي تأخذه في القرآن بالنسبة زيد للسيرة الحقيقية، كم يأخذ الميلاد في السيرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ ما كاينش. كم تأخذ الإسراء والمعراج اللي مهتمين بها؟ آية واحدة. فما هي المسائل المذكورة من السيرة في القرآن؟ واش هو الحوايج اللي خصنا نعطيو لها الاهميه في القران تتعلق بالسيره؟ واش هي؟ واش هي زين؟ وقولوا لي اللي مذكور في السيره في القران. واش مذكور؟ الجهاد. فين يا زيدكم انت راه مزيان. الغزوات الغزوات. تخيل القران كبير، شوف شحال نذكر من غزوه. شوف غزوه بدر زيد في سوره الانفال، ورب سميت الانفال أي الغنائم التي اختلف عليها الصحابة وكيفية قسمتها قبل نزول آية تقسيم الغنائم بين المجاهدين. اقرأ سورة الأنفال تتحدث عن مسألة الجهاد في سبيل الله زيد، وغزوة بدر وما وقع فيها، والإقدام والجهاد. وشوف شو شحال نحن لا نتكلم عن المسألة زيد. الأحد، آل عمران، الخندق، سورة الأحزاب، حنين، فين توبة، تبوك، توبة، بني المصطلق، المنافقون، إجلاء بني النظير، الحشر، كلها الحشر، الحديبية، سورة الفتح بأكملها. يا الله القرآن مليء مليء بالحديث عن الغزوات. يبغي تتكلم على السيرة تكلم على من؟ قال سعد بن أبي وقاص كنا ندرس المغازي وسيرة النبي والمعارك لأولادنا كما ندرسهم الآية من القرآن. الله، لأن هي آيات قرآنية. احنا كاين شي واحد اللي راه كيقري وليداته إن شاء الله تبارك وتعالى السيرة الحقيقية اللي هي الجهاد المستمر في تبليغ الدين، والجهاد
في معنى القتال هو أعلى صور التضحية من أجل نصرة الدين، وهو التضحية بالنفس في دال وتتجلفاش في الغزوات التي قادها النبي يعطي روحه لله في الصفقة الخالدة تضحية من أجل نصرة الدين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ على غزوة بدر شروط شكون النصر المستوحاة من غزوة بدر، لذكر القرآن، الإيمان، جمع الكلمة، القيادة التي يحبها الناس، تداريب، الإقدام، تضحية في سبيل الله، الشورى، استشير النبي، العدل، كيف كان يعدل حتى في الركوب مع الصحابة، الدعاء قبل التحام الصفوف، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. ابن عمي كل شيء كان يتكلم عليه القرآن في الغزوات، حني لا ذكر للمسلمين وللدعاة فيما ذكره القرآن من سيرة النبي، حينما ركز القرآن وهو يذكر سيرة النبي يركز على العمل الجهادي لنصرة دين الله. أنا هذا هو اللي غادي يتنصر به الإسلام، وهو اللي مركز على الأديان. يزعمون أن يقولوا انتشر الإسلام بالسيف، نعم انتشر بالسيف، وتتردون بقري ولا؟ أقسم بالله ما تكون الأمة قوة، وأقسم بالله ما يديوها فيكم، أقسم لكم بالله لا يراعون في المسلمين إلا ولا ذما. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. يو خلي السلاح مع الكفار، اسمه الدير، اسمه غادي يدير. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه. قال ربي أنا غير خوافة. سيد النبي كان يبكي في الصلاة مزيان، سيد النبي كان مزيان راح مزيان، هذا الجانب الرحمة فين؟ ما عنده مجال. ولكن من رحمة النبي على البشر أنه حمل السيف ليه؟ لنصرة دين الله ممن لا يريد للإسلام أن يكون دين الله الذي أراده الله للبشرية. فجميع من يحاول أن يحول بين المؤمنين ودعوتهم لغير المسلمين بالإسلام وجب عليك أن تجاهد لإزالة هذا، إزالته حتى يبقى الاخرين امام الدعوه لا يحول بين الدعاه وبينهم احد لكي يستمعوا ولا يقعون تحت طائله ارهاب الانظمه التي تشوه الدين والتي تشنع على من يتبع الاسلام. ما تبعوش الاسلام لارهاب، ما تبعوش الاسلام لارهاب. شكون هو الارهاب الواقع في هالزمان؟ شكون هو الارهابي؟ شكون هو الارهابي الان؟ يعني هذه مساله الارهاب اللي راه الان عمرت الدنيا، شكون هو الارهابي اليوم؟ شكون هو الارهابي؟ شكون الإرهابي؟ هو المسلم يعني؟ ياك هو المسلم ولا مسلم؟ هو المسلم يعني. شكون هو الإرهابي المسلم؟ شكون هو المسلم الإرهابي؟ شكون؟ شكون هو الإرهابي المسلم؟ شكون هو؟ هو الذي ليس له قوة يدافع عن نفسه باش يضربوا لعلك. أما المسلم اللي عنده القوة والله ما يقول لك إرهابي، يتفاوض معك، يعترف بك. عدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون. ما يقدرش يقول لك أنت إرهابي. لك علاش الآن قاعد سمونا إرهابيين؟ لأننا غزينا وظلمنا وقهرنا وقتلنا، ما كانش اللي دافع. تحسب غادي يدافع عليك شي واحد؟ بربي العزيز وتولي القرآن وتقبض في الدين وتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية في سبيل الله للدفاع عن كيان الأمة وعن الدين بروحك وبصناعة قوية وبعلماء وبالاخذ بالاسباب. والله واحد ما يرثي لك. سابقا راح نتكلموا بالعاطفه ولا نتكلموا انطلاقا من دين زين ومن واقع عايشناه ولا زلنا نعيشه الان. شكون هو الارهابي يضرب؟ شكون هو؟ هو الضعيف والمغلوب. ها؟ السيسي، السيسي ملي انتصر وحرق الناس ديال ديال الرابعه وقتل كاع الاخوان اللي كيقولوا سلميه سلميه. ارهابي ولا ماشي ارهابي؟ ارهابي ولا ماشي ارهابي؟ لا لا عندهم عندهم خوهم. شكون هو الارهابي؟ الناس اللي تحرقوا وسلميين، هذوك هما الارهابيين عندهم.
مقتلون وحط حرق وراهم في الحبس زيد وراهم ارهابيين. والسيسي اللي حرق وقتل ويتامر مع الصهاينه ويقتل المسلمين في سينا بالطائرات وبالطن، هذاك ماشي ارهابي، هذاك خونا وحبيبنا وديالنا، وهذاك رجل سلام. يا سلام رجل سلام هذاك. نعم بالشهر شحال قتل؟ شحال قتل؟ الملايين هجرها، ثلث ارباع هجرها. هو ارهابي ولا مش ارهابي؟ لا مش ارهابي، رجل سلام. شكون من الارهابيين؟ الشعب اللي نض يدافع على راسه. العراق في الموصل عشرات الالاف راه ما عاد ما خرجهمش، الريحه راه تخرج من كل شيء، الارض كل شيء، الارض راه معمره بالمسلمين، الائمه المؤذنين، التوقات، النساء، الوليدات. والله لو تخرج لكم تلك الصور والحقائق عن مدينة الموصل، والله لا يشيب لها اللي يشيب. ذكروا باللي ذاك ذاك اللي كيسميوهم الحشد الشعبي، قالوا إرهابي؟ الحشد الشعبي اللي كيقتل إرهابي؟ لا. عصايب الحق إرهابية؟ لا. قاسم سليماني الإيراني؟ لا. شكون الإرهابيين؟ شكون هما؟ المسلمين أهل السنة الضعاف الذين لم يحملوا السلاح. واسمع اخويا، قرا السيره اللي في القران وغادي تفهم. قرا السيره نتاع اللي مذكوره في السيره. ولذلك فان هناك من جاء لتجديد مساله زين الاهتمام بالسيره في القران واخراج الامه من التقوقع حول مواضيع في السيره لم تذكر في القران قط، لان القران يريد بيان اهميه هذه الاحداث. فإذا بالمسلمين في زمن التخلف يركزون على ما لم يذكر في القرآن من أحداث السيرة، بحال المولد، بحال يديروا غير قصص، وترك ما تحدث عنه القرآن وهو الجهاد العملي. شو القرآن؟ أنا غادي نفتح لكم غير على الله. شو غادي نفتح المصحف غير على الله يا قاس، غير على الله. هاد ها بسم الله، غادي نفتحوا المصحف غير على الله يا أخي. يلا يا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هي الآية 32 من سورة الرعد. درنا غير عليك الله. الآية حول ماذا تتحدث؟ عن موضوع السيرة. انتم الان تقولوا للنبي جيب لنا ايات، هذه الارض هذه معمره بالجبال، سير الجبال، اعطينا الارض موسعه، احنا جينا في واحد الارض فيها غير الجبال والحجر لا تنبت شيئا. فلو ان القران سيرت به الارض، ايوا الجبال ما يبقاوش، قطعت به الارض سيرت الجبال ما بقاش نتاع مكه، قطعت الارض كل ما به الموتى. لو كان كان شي قرآن يحدث هذه التغييرات لكان هذا القرآن، ولكنكم أنتم تطلبون من النبي أيوة يعطيكم هذه المعجزات باش تآمنوا، تقولوا جيبوا لنا الله أو الرسل من الله قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو 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 أو، قل سبحان ربي إن كنت إلا بشرا رسولا. أنتم لا تسألون الآيات المعجزات من النبي حتى تؤمنوا، فلو جاءكم بكل الآيات المعجزة ما آمنتم، إنما تطلبون المعجزات المرئية الحسية اللي كتعيشها فقط لإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة، هذه أنا على الله، بل لله الأمر جميع. حتى قال لهم أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ما بغيتوش تيأسوا يا المؤمنين من واحد القضية مهمة، وهي أن الله لو شاء لجعل كل الناس مؤمنين. واش أنتم هذه ما بغيتوش تيأسوا بها؟ خصكم تعرفوا يكون عندكم اليقين باللي واخا تجيبوا لهم كل شيء الآيات، كاين واحد الصنف والله ما يآمن، لأن لو كان بغى ربي كاع الناس يآمنوا هذه لله الأمر جميع، هذه داخلة في مشيئة الله. لكن الله تعالى خلقكم إن شاء الله تبارك وتعالى مختارين، تختاروا، لم يجبركم على ذلك. ما بغيتوش تيأسوا بهالقضية؟ يعني اللي عليكم ديروه، ادعوا الله تبارك وتعالى، ادعوا الله تبارك وتعالى، وخا تجيبوا لهم اللي تجيبوا لهم، اللي ما يآمنش راه ما يآمنش. باش ما يأمش، علاش ما يأمش؟ لأنك اللي متكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق،
لان كاين اللي مشى بزاف في المعاصي حتى طبع الله على قلبه، سواء انذرتهم ام تنذرهم لا يؤمنون. وكذلك حقت كلماته وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا اي تمادوا انهم لا يؤمنون. هنالك من محكوم عليهم بعدم الايمان، ولو جاءتهم كل ايه كل ايه فلا تحمل هم هؤلاء. هذه السيرة، هذه راس السيرة. أنا غير ندير هكذا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم يا محمد فجاءهم بالبينات. نفس الشيء، كل رسول جاء بالبينات، جاء بالمعجزات التي يتحدى به قومه. ولكن المعجزات نتاع الأنبياء الأخرين واش كانت مؤقتة في المكان والزمان وكانوا يشوفوها. فانتقمنا من الذين أجرموا أي لم يؤمنوا فحق عليهم العقاب، فانتقم الله بهم كما انتقم ب فرعون الذين أغرقهم وقد رأوا العصا ورأوا 9 آيات بينات، وقضى على قوم نوح بعدما أرأوا الآيات، وقضى على قوم صالح حينما جاءهم بالناقة، والآيات كثيرة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الإيمان لا بد أن ينصر. إذن أنا قلت لك قضية الحديث عن سيرة النبي المذكور كثيرا في القرآن لا نهتم به، هذا خلل، لا يأخذ شيئا وحيزا في عقولنا ولا في قلوبنا ولا في سلوكنا ولا في دعوتنا. من ذا الذي يأخذ حيزا كبيرا من السيرة المذكورة في القرآن في عقول شو؟ الذي لم يذكر في القرآن من سيرة النبي أو ذكر مرة واحدة أو اثنتين. فترنا نعطي لمن لم يذكر في القرآن أصلا من السيرة أو ذكر قليلا، نعطيه كل حياتنا وتفكيرنا وهمنا وسلوكنا ودعوتنا، ندعو الناس لشيء لم يذكره القرآن، ونضخم شيئا ليس بذلك الحجم في القرآن، بل ننسى الذي أشار إليه القرآن. القرآن ماشي أشار هاد الشيء غير هكلك، باش كيما اهتم القرآن بهالمواضيع تهتموا بها باش تكونوا متلائمين مع منهاج الإسلام لتكون هذه الأمة الخاتمة التي تحمل النور والهداية لكل البشرية. هذا ضابط معروف، ضابط كبير هذا. إذن هذه مهمة. شكون هما اللي جدوا ان شاء الله تعالى افتخر الزمان هذا واصبح يعطي الاهميه لسيره النبي في جوانبها المهمه التي ركز عليها القران، الغزوات، اسباب النصر، المسائل اللي تتعلقها لتحرير اي السيره. من يدخل درسوها واسمو هي المقاصد التي تتوخوها من السيره؟ واسمو هي المقاصد التي يروم تحقيقها القران؟ واسمو هي المقاصد؟ تحرير الأرض، زين زين، وتبليغ الدعوة ونصرة الإسلام. سمعتوا المقاصد نتاع دراسة السيرة؟ الأرض اللي راها الآن مستعمرة نتاع الأمة، الدين المستهدف، الدعوة الآن التي تحارب، هذا هو المقصود من دراسة السيرة. تعرفوا شي واحد ان شاء الله في المتأخرين من يهتم رد ان شاء الله تبارك وتعالى الاعتبار لهذه الجوانب، شكون هو المعروف؟ شكون المعروف اللي يرد الاعتبار لهذه المسائل هذه وكان يدير فيها دروس كل اسبوع ويربط الناس يربط الامه بهذه المسائل من جديد؟ شكون هو مشهور ان شاء الله تعالى؟ شكون هو؟ شكون؟ حسن البنا. كان ثلاثة ثلاثة عنده حديث ثلاثاء. علام يتكلم؟ على سيرة رسول الله. فين علام يتكلم؟ الجوانب ديال من؟ ديال الجهاد، ديال الدعوة، ديال التضحية. خليونا قالوا بالوضوء وذاك الشيء، الوضوء راه فيه غير آية واحدة. الوضوء غير آية واحدة وراه غير يتوضى الفقيه قدامك وتعلموا الوضوء وروحوا تصليوا وروحوا للمسائل الأخرى باش تنصروا دينك وتبقاو غير تما تدوروا واحد المرحاض. الأمة تبقاو تبقى تدور واحد المرحاض، داخلين خارجين المرحاض. هذه الأمة هذه دارها سيدي ربي يدمن. دارها رحمة للعالمين. تدعي الناس لله تخرجهم من هالظلمات وانت باقي حاصل غير تما داخل خارج. هذا موضوع باش تعرفوا. الرابعه، المساله الرابعه عاودك ان شاء الله تعالى التي تبين حجم كل. حينما تحدث القران عن تاريخ الامم قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين.
انظروا في سنن التاريخ، سنن التغيير. لماذا أهلك الله هذا القوم؟ ولماذا أهلك الله هذا؟ كأنه يحذر الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم من أسباب الانهيار، لأنها سنة الله جارية لا تحابي أحدا، فعليك أن تعرفها يا أخي في دعوتك إلى الله لبناء الدولة الشاهدة على الأمم، ولبناء الأمة الإسلامية التي تحمل هذا النور. كان لابد أن تعرف أسباب الاندثار التي أصابت الأمم السابقة. شكون هما إن شاء الله الدول اللي مذكورين في القرآن بزاف؟ شكون هما الدول اللي مذكورين في القرآن؟ اللي مذكورين باسم يجمع؟ مصر. 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 مصر مذكورة فيها شي دولة؟ مذكورة غير الأرض هكذا. ولكن الدول دول مذكورة. كاين الروم. الروم والفرس ياك. يعني. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء. كم مرة ذكرت الروم؟ يعني كان واحد الصورة مسمينها الله صورة الروم، تبدأ بألف لام ميم. غلبت الروم، عجيب هذه الصورة، لأن جاء ألف لام ميم اللي مذكورة في القرآن كلها تكون جمورها الآية تاع من؟ تاع ألف لام ميم. ذلك دائما القرآن، ذلك الكتاب، إلا صورتين فيهم ألف لام ميم. إيوا زوج، وحدة مور وحدة. شكون هما؟ اللي ما كاينش مور ألف لام ميم مسألة القرآن والآيات البينات. كاين تاع الروم ألف لام ميم غلبت الروم زين، والعنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كاين زوج صور سبحان الله، العنكبوت ومورها الروم. هي اللي كاين ألف لام ميم وما يربطهاش الله تعالى ولا يتبعها بالحديث عن القرآن وعن آياته البينات. ولكن هذه زوج الصور سبحان الله، واحد كيقول لك ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه سنة الله في الخلق، كل من يزعم أنه آمن وأنه على الطريق سيمتحنه الله. والقراء ألف لام ميم غلبت الروم. غلبت الروم شحال مرة ذكرت الروم في القرآن؟ شحال مرة واحدة ذكرت شي دولة أخرى من غير الروم؟ لم تذكر أي دولة باسمها إلا الروم. علاش الوغش يذكر الناس يدرب غير الروم كاع من السماء؟ القرآن من يجي يتكلم عن الأمم السابقة تكلمنا يعني بالسمية. الأخر يقول غير قوم عاد، قوم هود، قوم صالح، قوم هذوك الأقوام تعرفوا بكري يعني قبل ما يجي سيدنا موسى، واسمه كان ولا ما اسمه؟ واسمه كانت كاينة. لم تكن هنالك دولة. كاين النبي ويدعي الأقوام ديالو. كاين اللي آمن واللي ما آمنش يهلك. شكون اللي كان يتهلكوا؟ الأقوام. وملي جات سيدنا موسى تبدلت. واسمه؟ شكون غادي يهلك؟ النظام. فرعون الحاكم. يعني شوف هذا التطور ديال البشرية في القرآن. القرآن التطور تاع البشرية. كان يبعث النبي إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويجيب لهم الحجاج ويطلبوا منه الآيات ويعتمر بالمعجزات والآيات. هذه واسمه؟ هذه عصان تاع موسى، هذا يحيي الموتى، هذا ناقة صالح، هذا ياك. الآخرين ما يبغيوش يآمنوا، ويآمنوا قليل، ما آمن منهم إلا قليل. وفتلي واسمه دير يهلك الله شكون؟ الذين لا يؤمنون. كي جات لسيدنا موسى بدات واسمه بناء الدولة، خيهلكوا لأول مرة شكون؟ علية القوم. شكون؟ فرعون وهامان الوزير وقارون رجال الأعمال اللي أيدوا الاستبداد. أنا ربكم الأعلى. النظام، هامان، دولة العميقة، إنما أوتوا على علم عندي قارون. شكون؟ رجال الأعمال، الاقتصاد. الاقتصاد زاد لهم اليوم الإعلام وذلك. فيهلك الله هؤلاء بإعلامهم، بقضائهم، بأموالهم، باقتصادهم، يمشي الهلاك. ولذلك يعني اذكر الروم فقط، الروم فوق الجداد، فوق الجداد
يعني تقريبا هي شكون ديال المسيحيه يعني ديال عيسى يعني مور سيدنا موسى عليه السلام. يعني الوقيته اللي كانت تبنات الدوله تبنات الدوله لان كانت الروم دوله الروم كانت دوله امبراطوريه كانت تحكم شحال لكن واحد الجزء كبير من العالم. فالله تبارك وتعالى تكلم عن الروم ومن بعد علم تكلم ما بقاش قايش للروم من يتكلم المسيحيين ها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على من يتكلم هنا؟ على النصارى. إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هكذا وتجي موراها إن شاء الله تبارك. إذا حينما ذكر قضية الروم. علاش الروم بالضبط الواش؟ علاش تقول أنتم ما ذكرت غير الروم علاش؟ علاش؟ ها؟ ها؟ إيه نعم اسمه هي العبرة إن شاء الله تذكر ما ذكر حتى شي دولة باسمها إلا الروم. علاش؟ لأنها هي الدولة التي يتصارع معها الإسلام إلى يوم القيامة. أمريكا الغرب هذا النظام دائما. وعلاش الفرس ما تذكرش؟ مذكورة هنا الفرس ولا ما مذكوراش؟ مذكورة يعني أن الفرس غلبوا الروم يا وزير وستعود الروم فتنتصر. لكن الفرس ما تذكرش بسميتها. لماذا لم تذكر الفرس؟ لماذا؟ لأن الفرس واسمه ده؟ لأن الفرس اسمه ستدخل إلى الإسلام. فجاء منها الإمام مسلم والبخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه الذين خدموا الإسلام. لمولات الدوها الصفويين ياك الدوها الصفويين هذه اللي كتسمى إيران. هي الفرس ما كانتش غير في إيران. إيران غير خراسان كانت غير وحدة خراسان. لكن شكون أرمينيا أذربيجان كل هذه كانت دول كانت واسمية أرض إسلامية. بخارى خرج منها البخاري أعظم محدث خدم الدين في جانب زيد الشق الثاني من الوحي وهو حديث رسول الله مش عربي. ولذلك شكون يبقى درك؟ تبقى الروم هي اللي باقية. أمريكا وزيد لها الغرب كامل وزيد لها روسيا. هذا كاع واخا روسيا جات في الشرق حتى هي ادفع حال هذا المعسكر. اذا حينما تحدث القران عن الدول تحدث عن الروم. علاش اخويا الروم؟ علاش؟ لان الروم هي اللي غادي تكون عندنا معها زيد المعركه والتحدي الاكبر الى يوم القيامه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. والفرصه علاش ذكرت هنايا تلميحا لا تصريحا؟ لماذا؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اي بعد انكسارهم وانهزامهم امام الفرس التي لم يذكر اسمها هنا ستعود الروم وتنتصر وتنتشر هذه الامبراطوريه حتى تحكم من المشرق الى المغرب. اذا ففيه تهديد للاسلام. علاش؟ لان الاسلام في ذاته يحمل عوامل زيد الانتشار. فليس هنالك ما يجابه الروم زيد الا الاسلام. وليس هنالك من يتحدى الاسلام الا الروم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم زيد عندهم واحد المجموعه ديال من؟ ديال الصفات تجعلهم مؤهلين لكي يكونوا في مستوى مجابهه هذه الامه. كيقول لك يصبروا وعندهم الحكمه زيد السرعه. شوف الله يجزيك عاود لها. سريع النهوض من كبوة يعني كيطيحوا واسمه في السعي واللي اذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لينا ورنا شكون هما ان شاء الله سوا. هذا هو. اذا حنا باش منين تبقى تقرا انت تقرا في التاريخ ملي تدخل للسنه الثالثه ولا الرابعه تقرا على بيسمارك هتلر موسوليني ذاك الفرنساوي كيقولوا له ذاك اللي جا لمصر نابليون وزيد
وما يقريوناش تماما على زيد على المسلمين بعد التاريخ الاسلامي، بعد نعرف روحنا احنا شكون، هويتنا شكون، عديانا شكون، حتى يقراونا التاريخ يستردوا لنا بعض الاحداث ويخليونا تايهين، فنعجب بهتلر ونعجب بنا. وفي في حين ان نابليون جاي حاربنا الاسلام باسم 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 روما باسم المسيحيين، هذوك الروم كلشي كيمثلوا الروم، كلشي كيمثلوا الروم اللي جاوا هجموا علينا، كلشي كيمثلوا الروم. بغيت نقول لك ان الامم المذكوره في القران هالشي اللي مذكور، اذا خصك ان شاء الله تبارك وتعالى تعطي القيمه اللي عطاها له القران. ولكن شكون هما اللي مذكورين بزاف 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 كثر من الروم؟ شكون هما؟ شكون؟ اليهود يا رحمان، بنو اسرائيل. الله، حتى قال بعض العلماء كاد القران زيد ان يكون لموسى وقومه. كاد القران زيد ان يكون لموسى وقومه. اقرا سيدي اقرا البقره معمرة بني إسرائيل، زين مورها وصفه آل عمران معمرة، النساء زين، المائدة معمرة مورها وصفه، مور المائدة وصفه، الأنعام خليها ديال 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 الدين وديال التوحيد، مور الأنعام وصفه كاين، الأعراف ملي تبدي وهي قصة طويلة على موسى وقومه، زين مور الأعراف الأنفال. مور الانفال واسمه كاين؟ التوبه. التوبه تقريبا عن الجهاد ولا اللي مورا واسمه؟ يونس. هود معمره. مور يوسف مور يعني زيد لها القصص، زيد لها العنكبوت، زيد لها الشعراء، زيد لها طه، زيد لها الانبياء، زيد لها يعني ما بقاتش شي صوره اللي ما ذكرتناش حتى الصور الصغيره. يعني سبحانك يا رب. ليه القران من الاول غير التالي تكلمنا على بني اسرائيل؟ علاش هالوقت؟ علاش؟ لانه عداء. اي شت الروم مره واحده نتاع الليفي يمثل زيد، يمثل شكون؟ النصارى. النصارى اللي غادي يجاب هنا في المستقبل النصارى، واليهود اللي كانوا مشتين في الارض. من ذا الذي كان يعتقد ان اليهود سيكونون اعداء اعداء الامه الى يوم القيامه؟ شكون؟ كيفاش نعتقدوا احنا باللي هم غادي يجيو؟ كانوا عايشين معنا حينما يعتدى عليهم في تلك الارض التي كانوا مشتتين فيها، كانوا يفرون فلا يجد الفيئة ويجد الطمأنينة والأمان والسلام إلا تحت كنف الدولة الإسلامية، كانت تحميهم وتحفظهم. ولكن انظروا كيف جازانا اليهود، أخذوا أرضنا واقتلعوا شعبنا ودمرونا زين، وتآمروا مع من كان يقتلهم النصارى ضدنا، تآمروا مع النصارى زين ضدنا، احنا اللي كنا ندير فيهم الخير. علاش علاش اسيدي راهم يبغضونا؟ علاش؟ ها؟ فلماذا ذكر الله تعالى في القرآن اكثر المواضع هي قضية بني اسرائيل؟ علاش؟ هي لكي تعرف عدوك. القرآن ما راش يذكر ذاك الشيء هكذا جزافا ولا اعتباطا، ولكن لينبه المسلمين إلى أخطر عدو يلازمهم في مسارهم إلى أن تقوم الساعة. ستظل المعركة متقدة بين أهل الإسلام وبين اليهود وبين النصارى، فعلى المسلمين أن لا يناموا وأن لا يغفلوا، فإن ناموا أو غفلوا كانت تلك هي الحقبة الذهبية بالنسبة لأعدائهم من النصارى واليهود للانقضاض على الأمة واستباحتها واستباحة أرضها وخيراتها ودمائها كما هو الآن. فاعرف عدوك. القرآن يقول لك ها والعدو ديالك اليهود شكون هما؟ فذكر نفسياتهم وذكر زيد طريقة عيشهم وذكر علاقتهم مع الحق الإله، إن الله فقير ونحن أغنياء، علاقتهم مع الأنبياء يقتلون الأنبياء بغير حق، علاقتهم مع الرسالات يبغضون الرسالات،
علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. زيد يستبيحون الربا، يستبيحون المعاصي، ينشرون الفساد، سمام ربي المفسدين، يشعلون نيران القلاقل، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يريدون أن يشعلوا النيران للخلافات حتى نفترق، كما قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين، يفرقوا بيناتكم. اعرف عدوك يا أخي، اعرف عدوك. احنا علاش رحنا الآن الله يستر شي يقتل شي بعضنا بعض؟ علاش هذو سنة هذو شيعة هذو كذا وزاج عليه وجود نصر؟ علاش؟ لأننا زين غفلنا أولا زين ونسينا هذه الوثيقة الربانية التي ينبغي أن نسير على نهجها. ثالثا نسينا العدو الذي حذرنا الله من أن جميع الشرور التي تقع في الأرض هي من تخطيطهم، أي اليهود والنصارى. فعلينا أن نعرفهم ونعرف نفسياتهم، وعلينا أن نتوحد لمجابهتهم، وأن لا نغفل أبدا عن الأخذ بأسباب القوة حتى لا يطمع فينا هؤلاء ويستبيحوننا ويقتلوننا بغير رحمة. كما رمي دير نظرك، كما رمي دير نظرك، ما سمعتوا شيء؟ وشتوا القرآن على ما يتكلم؟ فمن أراد إذن أن يدعو إلى الله وفق منهاج القرآن فليركز على المسائل التي يركز على القرآن. أعطوني إن شاء الله المسائل اللي يركز على القرآن، واحد زوج ثلاثة نخرج بها عمليا، اللي خصنا نركز عليها في اهتماماتنا في همنا في سلوكنا في دعوتنا. يلا هستركوا سمعتوا إن شاء الله. يلا الحواج اللي رانا نركز عليهم القرآن زيد يا سيدي. الحاجة الأولى واسمه هي الحاجة الأولى 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 الإيمان والأخلاق. إيمان بالله واليوم الآخر، أخلاق. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يركز على من؟ على تغلغل وترسيخ الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب الأمة لبناء الرجال الربانيين. زين ثانية واسمه ثانية واسمه زين ها أن درنا الأخلاق، لأن مر الإيمان الإيمان والأخلاق. هذا هو الإيمان بالله ملائكة كتب ورسله اليوم الآخر قدر خير وشره، الأخلاق اللي هي الصدق والأمانة والإحسان والصبر، صابر واصبر. غير الآية نتاع خلق الصبر كاين أكثر من 100 تأمرنا بالصبر، غير الصبر غير الصبر، والناس ما تهدرش على هادشي، ما تهدرش على هادشي. إذا هذه تكلمنا عليها الأولى الإيمان والخلق، الثاني إن شاء الله زيد ها الأخذ بأسباب القوة. الله أكبر، الأخذ بأسباب القوة في كل شيء، القوة، القوة الإيمانية، القوة العلمية، القوة تاع الجهاد، القوة ديال المال، القوة أن تأخذ بأسباب القوة. شوف ثاني الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى ها قلنا التوحيد ذاك الإيمان ذاك الشيء داخل في التوحيد ها الثالثة واسمه إن شاء الله تبارك وتعالى النفس الجهادي عند المسلم كفرد وأمة والتضحية في سبيل الدين. نفس الجهاد، آيات نتاع السيرة نتاع الجهاد نتاع. الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى معرفة عدوك وكيف تواجهه، حتى لأنك إذا عرفت العدو أمكنك أن تواجهه بمعرفتك لنقاط ضعفه فمنها تدخل عليه فتنتصر عليه. هذه الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى، خاصة معرفة اليهود ومعرفة كذا وكذا وكذا. سيدي منين تكون ان شاء الله هكذا تحدث لنا سيدي من بعد على الاحكام والمسائل الاخرى على حساب الحاجه نتاع كل، ولكن اللي كيهم الامه هو هذا الايمان والاخلاق والاخذ باسباب القوه والنفس الجهادي على مستوى الافراد والجماعات والدوله. والرابع ان شاء الله تعالى معرفه العدو ونقط ضعفه لكي تواجهه على بصيرة. ومن بعد سيدي دير اللي بغيت، قرر الناس الفقه وقرر الناس قرر الناس الفقه ديال الزكاة منين يحتاجوا، الفقه ديال كل شيء ذاك الاخر منين يحتاجوا له راهم كيقررهم الناس، لكن على مستوى الأمة والمجابهة، لأن هذه حضارة خصها تنشأ، لأن الله حملكم هذه الأمانة
سمعتها اولادي ولا ما سمعتوش؟ واش واضحه ولا ما واضحاش؟ واش واضح هذا الشيء ولا ما واضحش؟ هذا ماشي كلام يتقال. هكذا الانسان خصو ان شاء الله تعالى يعلم الناس. ما بقاش يبقى حسب لو الدين هو تعلم غير كيدير توضا وتبقى تدق مع جارك. ولا تدق كيما راني نسمع انا. الله اصدي كيسقسوني شي واحد يبقى غير حاير. يعني السواك في الصلاة واش صحيح الحديث بتاع صلاة بسواك خير من صلاة 70 صلاة واش صحيح ولا ماشي صحيح؟ صلي بالسواك ولا بلا سواك غير صلي. ولكن المهم هو واش مدير؟ واش مدير؟ هذاك اللي ما يصليش جيبه باش يصلي. وبذلك نكون قد أنهينا هذه السلسلة التي بدأناها كيف نتعامل مع القرآن. يرجع إلى ذلك إن شاء الله تعالى. اللي يبغي إن شاء الله يتبع هذه السلسلة. اقتبستها من كتاب الدكتور القرضاوي كيف نتعامل مع القرآن. حاولت أن أنقل إليكم إن شاء الله تعالى بعض مما فهمت. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.